محمد يوسف نجم مصر ونجم النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي ومدير فني النادي الاهلي السابق، اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك، اهلا بيك كابتن ميدو، بمسي عليك وبمسي طبعا على كباتننا الكبار، و يعني كباتن النادي الاهلي العظام كابتن فوزي سكوتي وكابتن محمد حشيش. يا نجم محمد، يا نجم محمد، اهلا وسهلا يا نجم. والله كتير والواحد بيتبسط يعني ان اولاد النادي الاهلي موجودين في بيتهم في قناتهم قناه النادي الاهلي، ويعني منورين والله الشاشه. ونورك يا محمد، ربنا يكرمك. اه طبعا يعني كابتن محمد يوسف لسه جاي من العزاء الراحل كبير سمير زاهر، يعني البقاء لله الاول يا كابتن محمد، وكلك واجب طبعا. البقاء لله طبعا في الرياضه المصريه كلها، وكابتن سمير يعني قياده من قيادات الرياضه المصريه، وكان يعني ليه الله يرحمه بقى ساعة طويل مع اتحاد الكوره، اكيد في رئاسه اتحاد الكوره لفتره يعني تعتبر فتره ذهبيه اللي هي فتره 2006 لغايه 2010، وفوزنا بثلاث بطولات، بالاضافه كمان ان هو كان رئيس اتحاد الكوره في بوركينا فاسو 1998 برضه، فيعني حقق انجازات كبيره جدا. لكن يعني هو ده حال الدنيا، ونتمنى ان شاء الله ربنا كده يلهمه يعني يدخله فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان. يا رب يا رب. يعني كابتن محمد ادخلك في اجواء اللقاء الاهلي ومنانا غدا ان شاء الله في الجابون، كنت حضرتك مدير فني النادي الاهلي وخدت معاه بطوله افريقيه غاليه جدا على كل الاهلاويه. لو حضرتك مكان الكابتن حسام بدري بكره واللعيبه رايحه كسبانه 4-0، اهم تصريحاتك او اهم النقاط اللي ممكن تتكلم فيها مع اللعيبه قبل مباراه الغد ده تكون ايه ان شاء الله؟ يعني هي المباراه بكره محتاجه تدريب نفسي اكتر من تدريب فني او بدني او تكتيكي او اي عنصر، يعني الناحيه النفسيه مهمه جدا، التحضير النفسي مهم جدا. اخطر حاجه طبعا ان مباراه زي بكره ان تبص تلاقي ان فريق النادي الاهلي، ودي حاجه عاده مش يعني ما تبقاش موجوده في النادي الاهلي، لانه بيحترم المنافسين بتوعه وبيحترم المباريات بشكل كبير والسيناريوهات المختلفه بشكل كبير. لكن طبعا الخوف، كل الخوف ان يبقى في ناحيه فيها يعني في ثقه زياده، اطمئنان، في اطمئنان بشكل كبير، دي هتاثر بشكل سلبي، ان يبقى في اطمئنان، في هدوء في بدايه المباراه بالتحديد. فالحاجات دي كلها مهمه جدا يعني. لكن اللي انا عايز اقوله النتيجه مريحه جدا للنادي الاهلي في كمباراه ذهاب يعني، وفريق طبعا منانا يعني خلينا نتكلم بمنطقيه مش الفريق اللي هو يعني يخوف النادي الاهلي، لكن يعني لا قدر الله ان ممكن لو في تراخي او في نوع من الاطمئنان هي دي اللي ممكن تاثر على اداء النادي الاهلي. وحاليا النادي الاهلي انا شايف ان الطموحات بتاعته والتركيز بتاعه كله على انه يؤدي كره حلوه كمان. عاده النادي الاهلي ما بيبقاش بيلعب بس على نتيجه او ان يعني هو يصعد للدور التالي، لكن لابد ان هو يعني في ادائه في افريقيا بيحتم عليه ان هو يقدم كره حلوه. افريقيا كلها حاطه النادي الاهلي وعارفه اداء النادي الاهلي وعارفه قد ايه بيلعب كره حلوه، قد ايه هو بطل افريقيا ونادي القرن، يعني هو يعتبر قائد انديه افريقيا في بطولات انديه العالم يعني. فدي مهمه جدا ومسؤوليه على النادي الاهلي وعلى ان هو يؤدي اداء بشكل مميز يعني. يعني كابتن محمد العوامل الخارجيه زي الجو، الرطوبه، الحر، ارض الملعب، الجماهير ممكن يبقى ليها تاثير سلبي على لعيبه النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي متعودين على مثل هذه المواجهات؟ لا، الخبرات طبعا، الخبرات السابقه كلها، ومعاك نجوم طبعا صالوا وجالوا في قاره افريقيا بشكل كبير. خلاص يعني النادي الاهلي النهارده لما بينزل في افريقيا عارف كل الاجواء المختلفه، سواء المطر، سواء الجو الحار، الرطوبه، انهي بلد فيها جمهورها مثلا بيبقى عنده حماس. في بعض، خلي بالك مش كل الدول في افريقيا بيبقى جمهورها عنده عنف في التشجيع بتاعه، في دول جمهورها لما انت بتلعب كره حلوه بيبدا يشجعك، وخصوصا النادي الاهلي محبوب في افريقيا ببطولاته وبنجومه اللي بتيجي على مدار السنين بتاعته. فطبعا
انا شايف العوامل دي النادي الاهلي متمرس فيها جدا وبيتعامل معاها طبعا بخبره وباحترافيه كبيره يعني. فانا اتمنى ان شاء الله طبعا ان النادي الاهلي يؤدي كوره عاليه قوي ويؤدي كوره اللي هي اللي احنا بتفرحنا وبتبسطنا كلنا، وفي نفس الوقت برضو يبقى نتيجه عشان ان شاء الله انت عارف ان المباراه دي بعد كده هيتم يعني او ان شاء الله النادي الاهلي يصعد، هيبقى الادوار بعد كده دوري المجموعات هيبقى بعد كاس العالم، فانت هتقعد فتره طويله. المباراه دي انا شايف انها هتدي رساله قويه للمنافسين عندك، انت عندك منافسين في البطوله دي يعني الوداد، عندك الترجي، عندك مازيمبي، عندك يعني عندك فرق تقيله السنه دي بتتنافس مع النادي الاهلي، فاعتقد ان انت برضو بتديهم رساله كسبان 4-0 المباراه الاولى، المباراه الثانيه ان شاء الله بكره يبقى في مكسب برضو كويس، دي بتدي ان انت كسبان بره وجوه بتدي برضو رساله قويه للمنافسين. اكيد كابتن محمد طمنا عليك بقى، نبعد شويه عن المباراه ونبعد عن افريقيا شويه، طمنا عليك وان شاء الله نشوفك قريب كمدير فني في احد الانديه المصريه ولا في عروض خارجيه للكابتن محمد يوسف؟ والله يا كابتن ميدو انا حاليا طبعا كان ليا تجربه في بتروجيت، وبعد كده دلوقتي انا في حاله راحه كده وهدوء، ان شاء الله بعد لدوره ان شاء الله في امريكا ان شاء الله في ابريل القادم، هسافر ان شاء الله دوره تدريبيه يعني خاصه بالمديرين الفنيين ان شاء الله، دي بجهز لها وبعد كده بقى نشوف حاجه على الموسم الجديد ان شاء الله سواء خارج او داخل، انا راجل مدرب محترف يعني بشوف العروض اللي بتيجي الاحسن ايه والانسب ايه ليا، وربنا يسهل ان شاء الله ويقدم لي كتير خير ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عايزه. كابتن فوزي كنت عايزك يا كابتن محمد. ازيك يا كابتن محمد، وحشنا. الله يخليك كابتن فوزي، بالتوفيق ان شاء الله، واتمنى انك انت يا كابتن محمد لما يجي لك عرض ان شاء الله انك تمسك فرقه، تمسك من بدايه الدوري تقدر انت تكون الفرقه بتاعتك. كل المدربين يعني حتى اسامه عرابي اخونا وحبيبنا بيتظلم لما بيروح يمسك فرقه بيبقى القماشه اللي عنده هي دي اللي موجوده، هي دي اللي بتتحكم في يعني بتبقى هي اللي عامله له خط السير بتاعه، يعني بيبقى على قد اللعيبه اللي موجوده هو هيعمل ايه، المدرب مش هينزل يلعب. فعشان كده بتمنى يا كابتن محمد فعلا انك لما يجي لك عرض ان شاء الله او الانديه بتيجي تدور على مدرب كويس بتتفق معاه من بدايه الموسم قبل بدايه الموسم كمان. نتمنى كده يا كابتن محمد. يعني كلام حضرتك طبعا سليم 100%، وفعلا المدرب زي ما انت بتقول بيبقى عليه عامل واللاعبين عليهم عامل، وزي ما حضرتك قلت ان المدرب اللي بيمسك في وسط الموسم بيبقى مش مختار اللعيبه، وبالتالي طبعا بيبدا هو اللي يحاسب على الفاتوره زي ما بيقول، بيحاسب على الفاتوره. وانت شفت يعني او كلنا طبعا متابعين يعني اعظم مدرب في العالم بيب جوارديولا لما بيسالوه يعني ايه اللي عمله في مانشستر سيتي، فقال لهم انا جبت لعيبه كويسه يعني انا هو انا بس بدون لعيبه كويسين وبدون لعيبه غاليين، قالها كده باللفظ يعني قال غاليين، يعني هو كلف ميزانيه او اداره مانشستر سيتي ان هم يرفعوا سقف او البادج بتاع الميزانيه بتاعتهم يجيبوا لعيبه مميزين، فهو لما جاب لعيبه مميزين قال لك الموضوع كله هو في اللعيبه يعني مش فيا يعني. فهو عايز يشير يعني بيب جوارديولا عايز يشير ان المدرب مهما اشتغل طبعا عليه عامل كبير جدا، لكن لابد زي ما حضرتك بتقول يا كابتن فوزي ان يبقى في لعيبه بتنفذ الفكر ده. فطبعا كلام حضرتك صحيح 100% يعني لابد الواحد يبقى تجربته من اول الموسم، وهي دي اللي مخلياني يعني يمكن استنى لبدايه الموسم. انا جالي حاجه بعد بتروجيت في الدوري المصري بس ما يعني ما فضلتش ان انا اقدم عليها يعني. كل التوفيق ليك كابتن محمد، السير كل خير ان شاء الله، ربنا يكتب لك النجاح في اي مكان هتكون فيه سواء داخليا او خارجيا. كابتن محمد يوسف المدير الفني الاسبق النادي السابق نادي الاهلي، شكرا جدا على هذه المداخله. تعرف برضه